الرحمن الرحيم. دأبت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية المتكون المهني كل سنة بتنسيق مع الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي على تنظيم بعض الأنشطة، ومن ضمنها المخيم الربيعي الذي يعتبر مخيما قارا، وأنها تختار له كل سنة شعار، وهذا الشعار تيكون غالبا ما يكون من اختيار وزاري، يعني ان الشعار الذي ترتكز عليه الوزاره بصفه عامه. هذا العام اخترنا المخيم الربيعي فضاء للترفيه وترسيخ المواطنه، بما انه شغل شاغل ديال جميع المواطنين، وهو الوطن وحب الوطن، واننا نرسخ سواء بالاناشيد سواء بالالعاب سواء في التكوين اللي تتلقاوه هاد الاطفال داخل المخيم، تركزوا على المساله الوطنيه بصفه خاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمخيم الربيعي تتنظم جمعية تنمية التعاون المدرسي، هذه مدة ديال 7 سنوات، هذه النسخة السابعة. وكمدير تربوي في هذا المخيم غادي نعطيكم واحد اللمحة على الأنشطة التربوية اللي تتنظمها المخيم. فعندنا مجموعة من الأنشطة التربوية ببرنامج ككل. كاين عندنا في الصباح بعد الافطار تكون عندنا ورشات، عندنا 4 الورشات، ورشه ديال الفنون التشكيليه، ورشه ديال الرقص التعبيري، ورشه ديال المسرح، ورشه ديال المعامل التربويه. وهي تستافدوا منها التلامذ بالتناوب، كاينين 4 مجموعات تستافدوا منها بالتناوب. في المساء، في الفتره المسائيه، تكون أنشطة إما تدريب إما تكون خارجة النواحي ديال مدينة خريبكة، بحكم أن عندنا مجموعة من التلامذ خارجين مدينة خريبكة، سنعطيهم هذه الفرصة باش يشوفوا على الأقل واحد بعض المعالم ديال مدينة خريبكة، وخاصة عندنا تلامذ العالم القروي، لأن هذا المخيم الربيعي تيشمل جميع المؤسسات التعليمية المتواجدة بإقليم خريبكة، وكل مؤسسة منها ممثل كما قال لكم السيد المشرف العام. ثم في المساء تكون سهرات تربوية اللي تنكتشفوا من خلالها المواهب ديال التلامذ، نعطيهم واحد الفرصة باش يعبروا على المكنونات ديالهم وعلى المواهب ديالهم. وفي السهرة الختامية تنحاولوا نجمعوا هذوك الفقرات اللي عملنا اللي استوعبوهم التلامذ مزيان، تنديروا لهم سهره ختاميه، وتكون فيها توزيع بعض الجوائز الرمزيه للتلامذ مع شواهد المشاركه. السلام عليكم ورحمه الله. عزيز الناجي الادريسي، دبلوم مدير تربوي اعمل داخل المخيم كمنشط عام للمخيم لجمعيه تنميه التعاون المدرسي. المخيم الربيعي هذا المخيم السابع للجمعيه. دائما نعيش في جو من المرح والتسليه مع الاطفال في داخل هذا الفضاء، فضاء ابن ياسين. هناك مجموعه من الاشياء اللي هي ناقصه، تجهيزات وكذا وكذا، ونتغلب عليها باستمرار، ونحاول ان نصل الى من احسن الى احسن باذن الله تعالى. ماذا نقول اكثر عن نقول ان الاطفال اللي حاضرين معنا جايين من العالم القروي، يعني اي ماده، اي نشاط تربوي ترفيهي قدمت لهم فهو لوجه الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم عندنا في مخيم الربيعي المقيم بن ياسين تحت شعار المخيم الربيعي لترسيخ القيم المواطنه والتربيه. حنا كما كتشاهدوا بصفه اطار مباشر داخل المخيم كتتم اجواء جد رائعه، لا من ناحية التغذية ولا من ناحية الورشات، كذلك من ناحية المسابقات والألعاب الداخلية، كذلك الألعاب هواء الطلق. مجموعة مدارس بني خلف دايرة معنا أنشطة متنوعة، داكشي عجبنا. سميتي مريم فاضيلي، مني جيت من مدينة خريبكة، بالضبط من مدرسة الجاحظ. استفدت معلومات كثيرة، والأغاني اللي كنديروا فيهم معلومات، وكتربي كتجعل الشعور ديالك متخلق، وما غنقدرش نفرق المخيم.
خالد عداني من بوجنيبة. أناشيد الألعاب كل شيء. سميتي إلهام، تنقرا في مدرسة الفقراء في دوار سلال معز بالعلال. أنا دابا في مخيم الرابعي، عجبني المخيم بزاف.